خمسة عم يعرفون يا عصوات طعمات البقرات والدجاجات من قبل الطعميون إذا أمين هالشلو لقنا شو دخلنا هن أربعة تعال شوف يا مشكيح أنت شو عم تعمل عمدة ما أنا الحرامي تبع الناطور المزرعة أنا حاميها حاميها هلي يا فرحة هلي روح يا هم ولي هلي يا فرحة هلي روح يا هم ولي ومزرعة الفرح يا ناس حلوة كتير وبتسلي حلوة كتير وبتسلي مزرعة الفرح بتكون دخلك دخلك شو بتكون صورة صغيرة عن هالكون طبعا يا أسعد رح تكون مزرعة الفرح بتكون مشكح وحده بيها الكون صورة صغيرة عن هالكون آمن هون آمن هون فيها الغيرة فيها الحب أيوة. فيها الهم بيولي فيها الغيرة وفيها الحب فيها الهم بيولي يا فرحة هلي روح يا هم مولي مزرعة الفرح يا ناس حلوة كتير وبتسلي حلوة كتير وبتسلي صحابك الواحد راس أسعد مثلن أخلاص عمالة كلن إخلاص مشكاح الواحد أخلاص ولصحابك الواحد راس أخلاص ما بدهم الشركة كتير عند الشد بيولي ما بدهم الشركة كتير عند الشد بيولي يا فرحة هلي روح يا هم ولي هلي يا فرحة هلي روح يا هم ولي مزرعة الفرح يا ناس حلوة كتير وبتسلي حلوة كتير وبتسلي حلوة كتير وبتسلي حلوة كتير وبتسلي وحلوة كتير وبتسلي حلوة كتير وبتسلي وحلوة كتير وبتسلي شو يا بابا؟ مبين ها؟ بابا أنا جاي هني عم أبو سليم بنجاح ديب وهنيتي ولا بعد؟ لا بعد عم أبو سليم أنا بهنيك بنجاح ديب بامتياز شك أنا ممنونك كتير وأنا بهنيك كمان وبهنيك بهالبنت الشطورة يا فهمان شكرا بعد في شي بابا؟ لا إذا ممكن اسمعيني على السيارة عاوز أبو سليم لحظة مع السلامة بابا يا أبو سليم؟ شباب حكيني من ولا الأخ ديب بيكون ابن أختي بعرفون وبنتي أيوة شباب شوف ايه شو عم طلع ما في شيء خال بدك شيء لا بعدين بشوفك انا روح على شيء انا عايزه لانه في حلوين النجاح بدي اقدم لك بلا الحكي هلا روح شغلك روح ماشي. روح شغلك يلا روح يلا شباب انت شعد انه هذا كمان قبل مثل حكايتك ابن اختك لا عم تعيط على الشباب هون هيك هون هيك هون هون تفضل ما حلوه يعني تعيط شو ما حلوه منك شايفوا الحركات اللي عم يعملها حب تطبقك من جهه ما يوم حدا سمع شو الحديث هذا شو عن شو تبقى يعني عفوا تشرب هيك بقوله تفضل تفضل قل لي لشو اليوم بعد الظهر بدك تيجي لعندي على الفيلا عاوزك خير في شيء يعني طالع عندي الساعه 4 لوينك تيجي الساعه 2 ايوه بتوقف من 2 للأربعة يمكن فوتك الساعه 6 انا الساعه بدي فوتك لك هون ما في حدا هالليل والشغيلة كلهم موجودة إذا بتفتح تمك وكلمة بتم تاكل قتل تاكل قتل لحتى تقوم لقيمة ولو يا أبو سليم الشغيلة كلهم موجودين هون شو بتم تاكل قتل ما في حدا بيشهد إني عم بقتلك أبدا أنا بسرق صوت بجيب العمال كلها لهون بتم يقتلوك ودعوزوك حتى تسمعها ولا كلمة شو بتكر عليك أنت أنت عم تحكي مع الخواجة فهمت أنت أنا مليونين كبير أنا برمزك برمز عليك يا أبو سليم أنا كل الأرض يا عم سليم انا بعشمك انا عملك تحكي تحكي في عينيك لفوق ابو سليم مسكين شوفي شوفي ما في شيء السيد فهمان تفضل تفضل شوفي يا حرام عامل كرسي زحف بس انا بشكرك يا سيد اسمه مشكيح معك مشكيح خمس ايام بدي زد لك معاشك شكرا طول عمرك مسكين شو فشكه بس ثاني مره يا ابو سليم انا بدي بالمزرعه شكله مضبوط
ما بدي لعب وضحك. فهمت شو عم حكيت؟ والا يا ابو سليم ولك ها هذلي شعرتك بدتت لك يوم اتيابك بخزق لك يوم تخزي بتمن دقك عفوا وطي 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 لطلك وطي وطي لعندي فهمت مني شوي؟ ايوه بس شوفها ايوه اي كلمه برات الطريق ما بتنفذني اياها انا بتعرف شو بعمل فيك فهمت؟ ما شو عم حكي؟ ايوه وقف لما معلمك في مربطوها شو بتقول له معلمك تفضل خواجه تفضل خواجه ايوه هيك الله معك شكرا ايوه 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 يا حبيبي شو قصته هيك؟ شو صار له؟ لا هذا بتعرف فهمت شبعان من بعد وصير معه مصريين قال بيعرفك صغير ما بيقدرك بس تصير كبير مزبوط طول عمره هذا صغير هاتوا هاتوا شوي يمكن عقليا طيب شو كان بده منك ما عرفت شيء بده مني هيك الشغله الحقيقه في شيء بده تفضل تفضل خذ شوب شوب شكرا جاي بده اياني قال عايزني ضروري اروح لعنده على البيت وانا قلت له شوف بس قلت له بس افضل بروح بس مسكين فشكل واعرف لا 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 ايوه ايوه انت دوختني يا مصطفى لما جيت لهون عيطت لها مسك الاجل صفرت لها اجل مزبوط وبعدني انا مش مصدق بس ليش ما كانت تطفي هيدي اذا ركبها واحد غيري ما بتقعد تطفي هلا هو لو كان راكب عليها كانت طمت تطفي وتلبط وتشبط وتلبط لزتته على الحاج شي متر يعني ما في حدا يسرقها ما بتنسرق لكن ست جميله جوجو من فضلك ست جوجو طمنيني كيف هالفريريج اللي بعتلك يون مبيري عجبوك؟ يلي بعتون الجمعة الماضية كانوا أحسن شو كانوا أحسن؟ نفس الوزن ونفس العمر يا أهلاً يا أهلاً يا أهلاً يا أهلاً 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 يا أهلاً يا أهلاً يا أهلاً يا أهلاً يا أهلاً يا أبو سليم يا أهلاً يا أهلاً يا أهلاً يا أهلاً يا أهلاً يا أهلاً تفضل 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 يا أهلاً يا أبو سليم يا أهلاً خير شوف يا أبو شوف ملا شب ملا هيئة ملا طول ملا قعدة ملا جمال بقدم لك ياه خطيب بنتي أنا مبروك عمي فهمان مين حضرته؟ حضرته المعلم أبو سليم المسؤول عن المزرعة شرفنا أهلا 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 بأبو سليم أهلا يا أهلا إيش منشيدك؟ لا 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 أبدا فيني أعرف سبب دعوتك إلي لعندك على البيت يا سيد طرم يا سيد فهمان أبو لا شو مستعجل كل هالقد يا أبو سليم لا بدي أعرف دين أيوة لا إنه تركنا المزرعة وجينا وبتعرف العمال وحدهم أنا قلت بدي يكون في شيء مهم كتير حتى أجي لعند سعادتك طبعا عمي بتسمح لي أقعد أنا وأبو سليم كلمتين بين بعضنا حاضر وين هنا؟ عمي هلا بتجي راحت مشوار عند خالتها انزل عجنيني وتسلى وتفسح على مهلك يا عمو عمهلك عمهلك يغسل العين يا سلام يا سلام شفت يا ابو سليم شفت ايوه بدي اياك اللي شفته ايوه واللي سمعته ايوه واللي رايته تبلغوا وتوصلوا لهذا اللي اسمه ديب شو بدي بلغه وشو بدي وصل له مثل ما بتعرف يا سيد فهمان دي بتفهم الموضوع وعرف الموضوع من أوله لآخره ومعاد حكي مع هنا بس مثل ما شفت حضرتك إنه هنا هي اللي عم تحكي مع دي يعني أنا فكري يا معلم أبو سليم بدنا نتعاون سوا لحتى نفهمه لديب ما يعود يرجع يوقع بالغلط شو هو الغلط ليش اللي عم يعملوا ديب حتى يرجع يوقع فيه يعني مثلا لازم ديب يعرف شو حدوده شو مستواه وين وضعه الاجتماعي والعائلي ما بينه وبين عائلة فهمان ابن فهيم البهيمة وما بينه الطولة ايوه
أيوة 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 أيوة. لك يا فهمان. نعم. هلا نحن بين بعضنا وبنعرف بعضنا. آه طبعاً. أنا بعرفك لما كنت عندي أندبور. أنا. أنت كنت بقصد يعني كنت تشتغل وكنت. أنا من الأساس من البكوات والأفندية والبكوات والقواعد. آه. أنا. أنت اللي بتعرف قبل كل الناس يا أبو سليم. أخ شو بدي أقول على هالحرب اللي حطت ناس فوق ونزلت ناس لتحت. شفت شفت شو ضرتني أنا هالحرب. بس بعدين يا سيد فهمي. أيوة هيدي ركز لي علي حتى ما تنساه. بس تقول يا سيد فهمان. حلو لفظة حلو من فمك. أيوة. بدي أقول لك شيء. قول. هودي جماعة شباب المستقبل. أيوة. دارسين بالجامعات وفهمانين مستقبلهم. بدنا نحن الأميين نفهمهم شو لازم يعملوا يا سيد طرق فهمان. مين 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 لحنا الأميين؟ مين مين بدي افهم مين مين يعني مين؟ نحن أيوة. يعني نحن. أيوة. هلا انت يعني انتو الأميين ما نحن الأميين. ايوة انتو يعني انا. اما نحن يعني نحن الأميين. يعني نحن الأميين. نحن انتم. أيوة. انتم. أيوة. ايوة انا انتم مش احنا. لحنا. أيوة. نحن. ايوة هيك بيقولوا. ايه طيب. هلا بعت وراي جايبني من المزرعه لتقلي نحن وانتو وانتو نحن. بتغلط كثير. نسيت اني انا شو مركزين. لك يا خي مركزك. لا خي استاذ. سيد فهمان. يا سيد فهمان هذا موضوع انا ما بيعنيني فيه لا من اول ولا من اخره. يعني انا فكري اتعاون انا وياك يا ابو سليم لحتى ننهي هالموضوع هيدا. حتتعاون معي ولا لا؟ شوف يا سيد فهمان انا رجل بتعاون معك ضمن حدودي بالشركة وبس. بس برات الشركة أنا لا إلي علاقة ولا في شي بيدخلني بالموضوع كليته. فإذا نشوف. أيوة. إذا عملت أي شي. أيوة. بدك ما توخذني. إذا كان هالشي زعلك فرينكس. يا أخي أنا ما بيهمني الموضوع لا من بعيد ولا من قريب. واللي بيطلع بإيدي. ها؟ يطلع بايدي. شو يطلع بايدي؟ يعني اعمله بايدك الثانية. بايدي الثانية بدي اعمل. بالايدتان انا بدي اعمل. هلا انا بعمل بكل شيء بعمل. بالايدتان بالاجرتان انت اللي بيطلع بايدك اعملها. وقف وقف بس قلك امشي بتمشي. هلا شوف يا سيد فهمان. أيوة. انا ما كنت ساعة بدك تاخذني وتجيبنا مشان تحكيني عن هنا وديب. انا الموضوع ما بيعنينا. انا بتحكي معي بس بخصوص المزرعة فقط لك. شوف ابو سليم. شكرا. انا فري هبها فري هابي انا. شو راح زعلان؟ على مهله ليرضى. فهمت شو؟ انا فهمان. ايه عمي تعال حبيبي يا عمي تعال. طولت هنا. ايه يا عمي هلا بتجي يا عمو بالاول. ايه بتكون متاخره شوي على الطريق بتعرف بعجقه سير. اشرب قهوه اشرب. انا ما بشرب قهوه بشرب عصير. شو بدهم يشغلوني انا معمل النسيج؟ انا كمان بدهم نعم عمل النسيج. وشو علاه؟ شو فيها؟ فيها تنشر. كيف شو فيها؟ إذا بدي روح أنا من البيت للمعمل بدي سيرفيسال روحه سيرفيسال جاية. يعني معناته بنحط المعاش كله يطع أجر طريق. صحيح. شو هالحكي اللي عم تحكوه معقولة؟ لا أبو سليم بدك تطلع على مجلس الإدارة وتقولن هودي اثنان بيلزمونا للمزرعة. يعني ما بتشغلون بمحل تينا. إيه بتفهمون بتقولن أمين بيعرف يوزع بعض وجيش ما بيعرف يشتغل بمعمل النسيج. لك يا خي هلا انت شو عرفك انه هن بدهم يشغلوك بمعمل النسيج؟ دخل اشو بدهم يشغلونا؟ انا بعرف شو بدهم يشغلونا. هلا المهم يا ابو سليم نحن انت رح يجي دورنا كمان بالنقلية. انا بعرف انت بده يجي دورك. انا شغلي ما عم تركب بروسة. شو عم يصير بهالشركة وشو اللي عم يجرى لح يطير بعقليتك. انا اذا نقلوني من الشغل بطل اشتغل بالمرة. وانا كمان رح استقيل. لك شبكن طولوا بالكم يا جماعة اتركوني انا بكرة روح الشركة وتفاهم انا وياهن واعرف شو الموضوع. طيب تصرف يا خي تصرف. الحقيقة انه الخطوة اللي خطيناه بشراء معمل النسيج كانت خطوة موفقة وربيحة 100%. ولعلمكن انه اتصلوا فيني عدة ناس ودفعون 500,000 دولار مربح انه نترك المعمل. يعني انا رايي اذا بيدفعوا مليون منبيع. لا 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 ولا حتى مليونين ابدا. طيب هلا انتاج المصنع
بينباع بالبلد ولا بالخارج؟ بينباع بالبلد وبالخارج، وبيلزقوا عليه اتيكيت على انه بضاعه اجنبيه. يعني ما معناته كلشي فرنجي برنجي. صحتية. اهلا خير. مين في منهم هون؟ كلهم مجتمعين. طالبيني احكي معهم انا، يعني بدهم ايه؟ تسأليهم بفوتوا بقابلهم ولا برجع بوقت تاني؟ طيب حاضر. استاذ فهمان، ابو سليم موجود وبقول في موعد، خليه يدخل. حاضر حاضر، تفضل خير. ما تنسي انت رايحة على البيت، خذي معك شوية حامض. وانت كمان جيب لي التنورة والفستان من المصبة. ليش حضرتك ما جبتيهم؟ وعطني انت تجيبهم. طيب. تفضل تفضل تفضل. بالرواق بالرواق. اهلا 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 ابو سليم. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. اهلا بالاخ ابو سليم. خير شو في؟ الحقيقه انا كنت طالب منكم موعد بخصوص شيء مهم بهم المزرعه. شو هو؟ حضرتكم انقلتوا اسعد وامين يلي بيفهموا بشغل المزرعه اكثر من غيرهم، وانقلتوهم وخدتوهم على معمل النسيج. هودي شو بفهموا بمعمل النسيج؟ يا ابو سليم نحن بنعرف هالشي، وعلى كل الشركه اللي بتلاقيه مناسبه بتعمله. بدي اسالك سؤال يا ابو سليم. عفوا يا اخ ابو سليم، هلا اذا توفي احد العمال شو بتريدنا نعمل؟ منوقف الشغل ايها الساده بالمزرعه؟ لا لا لا، اذا بريد ابو سليم منوقف. لا لا لا، 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 لا. اذا قررنا ان نعين محل عمال جدد حتى يتمرنوا على شغلهم، ونحن طبعا حتى ما نصرفهم اكراما لك يا ابو سليم قررنا نشغلهم اشغال بسيطه على قدهم، وتفهمنا مع مدير المصنع. صحيح. مشان يساعدهم. بس يعني انا فكري اللي عم اقوله انه بدال ما تاخذوهم على شغله ثانيه هن ما بيعرفوا فيها، وجبتوا ناس بعد شغلوهم شغله ما بيعرفوا فيها، خلوهم اللي بيعرفوا بشغلتهم وبيفهموا فيها يشتغلوا فيها، بدل ما تنقلوهم على شغله ما بيفهموا فيها. لانه اللي بدكم تنقلوهم على الشغله اللي ما بيفهموا فيها. يا ابا سليم نحن ادرى بمصلحتنا اسمحوا لنا فيها. عفوا. على كل، مشان تظن او ما تظن انه نقدر نرجعهم، لا يمكن. المجلس اتخذ القرار ولا رجوع عنه، وضب في الكواليس. يعني هلا ما له حل ابدا 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 ابدا, أبداً, أبداً, أبداً. يعطيك العافيه. مثل ما بتريدوا، انا هالمزرعه عم ديريها برموش عيوني، وبخاف عليها اكثر ما خاف على نفسي، وانتم منكن هون ولا سئلانين عنا ولا بدكم مصلحتي. فيك تخفف هاللت احسن ما تتهرجل هرجله 100% وتطلع لبرا. يا خيي خلص، ما توخزوني، ما بقى ازعجكم بقى ابدا. مع السلامه. مع السلامه. مسكين. مع السلامه. شوف لقيتكم شغله ليكو. بس بدي اسال سؤال، ليش انقلتوهم لمعمل النسيج؟ لك يا عبدو يا عبدو، خلي مخك عم يشتغل وانتبه شوي، لازم يكون عندك علم انه ابو سليم بالمزرعه صار اقوى منا كلياتنا، لانه كل اللي عم يشتغلوا بالمزرعه هن من ضيعته وقرايبينه وبناموا على ايدهم وتفاهموا وياهم. من خاف شي يوم يطلبوا مطالب مثل مرت السابقه وما نقدر نحقق لهم اياها، بيحرض العمال وبوقفوا عن الشغل وبنوقف شغلنا بالمزرعه. يعني عم نتبع سياسه فرق كسب. ايوه. ما لازم يكون في ولا اثنين متفقين مع بعضهم. لا 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 لا، انا بخالفك بهالرأي، لانه العمال بمعمل النسيج اذا كانوا متضامنين ولا خلافات بينهم بينجوا اكثر. يعني انا معك. ايوه السادة خلينا نغير بالك، اذا بده يكون في وفاق، الوفاق تبعهم حيضر مصلحتنا، لحنا ضد هذا الوفاق. هذا صح؟ لا لا صح. فهمين افندي. اكيد جدد بدينهم هدول بلشوا علينا. مش هم. على كل، خلينا ننتقل لموضوع اخر. خلينا نبحث قصه مصنع الالمنيوم. اتفضلوا ايها الساده. شو وقت انك مطول؟ اخي مطول، ما بدك تقوم تشوف شو هالموضوع والقصه؟ لا اي موضوع، هلا بدنا نحكي بالموضوع بالقصه، بكره الصباح ربيح بنروح نحكي بالموضوع. لا 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 لا، هلا. سلام. اهلا 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 ديب. كيفك هذا خال؟ كيفك ديب؟ بصحة. اهلا اهلا اهلا، تخرج يا اصعب. هلا يا خال، بعد ما تخرجت هلا من المدرسة، عفوا من الجامعة،
شو ناوي تعمل؟ راح اشتغل بمطعم الفرح. حلو، جارسون؟ ولو يا خال، بعد سنين من الدرس اشتغل جارسون، راح اشتغل رئيس خدم. ها يعني متر؟ لا مش متر، شيف. شيف وهيدي برافو. وقديش المعاش فيها مصريات؟ الحمد لله، والبخشيش بعوض. موفق موفق، يا اهلا وسهلا. خال في دين علي ولازم اوفي. لك انت مديون؟ لمين مديون؟ مديون لإلك يا خال. الي انا؟ لا لا يا ديب لا. ولو الشيء اللي عملت لك اياه هذا اقل من ويش بيوفي، وبعدين كنت بتمنى من ربي يكون عاطيني اكثر لعلم اكبر عدد من الطلاب وخليهم يتعلموا. جاي انت هلا ترجعني بصيات؟ بس انا عم بشتغل وماشي الحال. على كل خذهم حطهم بالبنك باسمك واعتبر حالك كانك عم تعطيني اياهم الها، وبعدين بتلاقيهم قدامك بالمستقبل. انت هيك بدك؟ ايه انا هيك بدك. ماشي الحال. يلا خلصنا، ما بدك تروح معنا؟ لا ما بدي روح معي. ولكن شوف لنا مجلس الإدارة. يا ابني مجلس الإدارة بكرة الصباح رباح من روحنا عندهم ومروح عن خلقتنا. لا إذا ما رحت أنا عبكرة ما نروي على الشغل. صبرك يا روح. يا خي ما تروح بس هلأ ومروح. لك ما هروح إلا إجل وإجرك. بكرة بكرة من روح. بكرة؟ إيه. بكرة بكرة من روح. وهي نومة؟ لا بكرة. وهي ديكة؟ قوم يا طب شلاك جيب غطينا. يا حبيبي غطيك، تفضل حغطيك. شو رايك يا بلبل افندي انا وانت نشتري معمل المعلبات؟ يا شكري افندي، اذا اشترينا معمل المعلبات شو راح يقولوا شركائنا؟ انا عرضت عليهم المشروع ولقيت ما عندهم رغبه. اذا كان هيك صار شيء ثاني. وتفضل يا سيدي، انا جايب كل ورائي اللي بتختص بالمعمل. شو إلو؟ شو علاه؟ شو بينتج وشو بيربح؟ تفضل. ليش لا؟ مرحبا. مرحبا عمو. مرحبا عمو. شو في خير؟ مين حضرتك يا شيخ؟ هيدي ميمي بنتي. لا لا تقل ميمي، الطفلة الصغيرة اللي كنت أحملها على كتافي. يغسل عين هيدي هي. صارت صبية عروس حلوة كتير. عفوا بابا، أنا رايحة مع رفقاتي. روحي بابي بس ما تطولي وتشغلي لي فكري. لا لا ولا يهمك. مع السلامة. مع السلامة. هي 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 أبدا. شو هي؟ هي عروس ابني سمير. يا شكري أفندي، شوف يا أخي، أنا وياك متفقين في كل شيء. أكيد. وصوتنا صوت واحد. الله سبحانه وتعالى أعطيك وأعطيك، فشو رأيك نخطب ميمي لابني سمير؟ بس يا بلبل افندي، لازم تعرف انه بهالايام ما عادوا الاهل يخطبوا لاولادهم، صاروا الاولاد هن بيختاروا شركاء حياتهم على كيفهم. ومن قال لك بانني ساخطبها على الطريقه التقليديه؟ وماذا عندك من طريقه يا بلبل؟ يا شكري افندي، عندي طريقه حديثه نافعه جدا. وشو هي؟ قرب لهلك قرب. ايه قولوا. ايه مجدي ايه. لا لا لا، 8 ايام. ايه حجزت 8 ايام بالشاليه بالجبل. قول ليوسف وبلغ كل الشباب وعزمهم باسمي انا. مع السلامه. مع السلامه. شو سمير، مع مين عم تحكي يا ابني؟ عم بحكي مع اصحابي بابا. انا حجزت 8 ايام بالشاليه بالجبل. ما فيك تروح سمير. ليه بابا؟ يا ابني انا عازم شركي اعضاء مجلس الاداره على الغداء حول المركب يوم السبت. طيب انت عازم شركائك، انا شو فصلي؟ يا ابني انا عازم شركائي وعيالي. طب بس انا ارتبطت مع اصدقائي. اجل هالموعد للاسبوع الجاي. يعني ما بعرف انه ليش ما حضرتك بتاجل موعدك. يا ابني انا شوف ما بعرف، اذا كان الاعضاء منهم مشغولين ما عندي مانع. يمشي الحال. بابا. نعم. ماشي الحال، انا باجل مشروعي. تاخر ابو سليم. لا لا صار جاي، لا روح عيطلو انا احسن ما ضايع. ابو سليم ابو سليم ابو سليم. مين سيد بلبل؟ اهلا 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 اهلا. يعطيك العافيه ابو سليم. هيك بتجي على غفله، عملنا تليفون كنا هيئنا حالنا كنا. ماشي الحال، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا ابو سليم. خير. انا يوم السبت عامل حفله صغيره لشركائي واهلي. ما بدي اعذوك هيك، كان فروج شويه جبنه شوية لبنة، ك
كم كرتونة بيض خلاص وبسجلهم على حسابي. لك لا تنسى بتعمل شيء غيره. ذكرت ابو سليم بدي من عندك هيك شخصين من المزرعه يجوا على البيت ينطفوا لي حول البركه بعد الحفله بتعرف ويرتبوا لي الكراسي. موجود موجود اللي بدك اياه ابو سليم. شو بدهم انا حاضر. انا وما بدنا الا سلامتك نحن وبدنا اياك تكون راضي علينا. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. مع السلامه. انا خلص من بكره ما بروح على الشغل. انا مثل حكايتك ما بروح على الشغل. شو هذا؟ كل يوم بدي احط 2000 رحوا و2000 رجعوا، يعني كل يوم بدي احط 4000 ليره. ليش انت شو عم تشتغل؟ انا عم اشتغل مهندس. انت يا اسعد عم تشتغل مهندس؟ طبعا. مهندس شو؟ انا بهندس الارض وبنظفها. لكن وانت يعني شو عم تشتغل؟ انا بساعدها. يا عم لكن انا بكره بقول لابو سليم بينقلني لعندكم. لك شو ينقلك؟ ولك نحن عم نشتغل عمال تنظيفات ما عم اقول لك من بكره الصبح ما بدي اروح على الشغل. بتترك تعويض هيك؟ اي تعويض؟ ليش عندنا تعويض نحن؟ ها؟ اهلا ابو سليم. خير؟ يعني انا ما بدي اجي على البيت الا يا لاقيكم قاعدين برا يا بدي فوت لاقيكم قاعدين بالصالون. ها؟ جينا ما لقيناك يا ابو سليم، شو بنعمل؟ بنضل برا يعني؟ وإذا جيت وما لقيتوني تفضلوا قوموا فوتوا ناموا بالتخت كمان. يلا اقعد انت أحسن ما فكروا عمدكم. ها ولا شو شباب؟ طول بالك، تعال شوف شو المشكلة، اقعد هلا. شو في هلا؟ فهموني شو في جاي؟ شبال الدنيا يا ابو سليم قال عم بيشغلون عمال تنظيفات. ايه اسعد ما بقى بده يروح على الشغل بكره. شو علي يا اسعد؟ ما كله شغل. شو يعني تنظيفات وغير تنظيفات؟ لا 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 ما كله شغل. كيف ما كله شغل؟ على كل وينك طولوا بالكم. انا بفتكر انه يمكن في إلى طريقه ان نرجعكم على المزرعه. والسبب؟ السبب انه بالبول ايه عامل حفله عنده بالبيت وطلب مني انا اروح لعنده. بقى بياخذكم معه بما انه صرتوا بتفهموا بالتنظيفات. بس تخلص الحفله بتنظفوا هالجنينه وبتنظفوا هالهده وبتلموا الصحون وبتسيون وما حتاخذوا منه اجره. بيكون بهيك حالة يعني بركي بيستحي بينخجل بيعملكم طريقة وبيرجعكم على شغلكم بالمزرعة. وبيقبل؟ أنا ما بظن بيقبل بس يعني شو رح نخسر؟ أبو سليم إيه؟ ما بدهم مطرب بالحفلة؟ هيك ما بعرف. يعني أنا على كل حال رح أخذ العود معي. وشو رح نخسر؟ خذ العود معي. وأنا أنا دفع يا أخو. إيه؟ طالما اتفقنا يلا على النوم يا جماعة. وين بدكم تناموا؟ هون بالأوضة. وين؟ عند الأوضة. قول أنا ما بدي أنام. هوب عمال حاول هوب حاول ما بيروحوا إلا بالقتل. شو هالمصيبة ها؟ يعطيك العافية بابا. أهلا بابي خير. شو في؟ أنا رايحة أعمل شعري. بابي ما تنسى العزيمة يوم السبت عند عمو بالبول. اه والله مين في عنده؟ مين في؟ كل اعضاء الشركة مع عيالهم. طيب فكرة. بابي بدي اقول لك كلمة. نعم. انت بتعرفي بالعزيمة بيلتقى شباب وبنات وعائلات واولاد الى اخره. طبعا. بدي الفت نظرك لشيء مهم. شو بابا؟ شو في؟ بابي؟ نعم. في ابنه لبلبل اسمه سمير. ايه. الي طلب واحد منك رجاء لا تحكي معه ولا كلمة لانه ولد قليل التهذيب. ايه. مع انه بيو ادمي. بيو ادمي هو العكس. على كل شو بدك ده ابوه المخبى مخبى والظاهر ظاهر. ايه انا على طول انا وياه مختلفين. طيب مثل ما بتريد. روحي مع السلامة. يلا ما تطولي. لا مثل ما بتعرف يا سمير انا عازم شركائي اليوم على الغداء فبدي اياك تهتم كتير بالمعازيم ما عدا شكري وبنتي. والسبب رجل مغرور دائما رأيه ضد رأيه. صور أنا من يومين ثلاثة كنت رح أقدم استقالتي وأعرض كل أسهمي للبيع. بس أنت يا بابا مرات كنت تقلي إنه رجل متعاون متفاهم معك. كنت غلطان، بعدين عرفته على حقيقته. طيب، يعني بدك ياني ما سلم عليهم مثلا؟ يا ابني ما قصدت هيك،
أنا اللي بصده إنك ما تتعاطى كثير مع بنته. حاضر، هذا أمر كثير بسيط، في شيء غيره؟ أبداً، سلامتك. مرحبا. مرحبا. سيد بلبل، الاثنين جلسونية بكفوا؟ بزيادة، على كل حال أنا وصيت، جايكم ناس من المزرعة يساعدوكم بالتنظيف. بس ما كان في داعي الشباب بيقوموا بكل شيء. هلا أنتوا اهتموا بالمعازيم وبس. مثل ما بدك، بالإذن. الله معك. عم تطلعوا هلا بلبل عنده الضيوف، هلا اذا سمعتهم شو بيقولوا عنك؟ لك انا ايش عم بدنا نغني يا ابو سليم؟ هلا روق وقتك وقت الغنى، نحن منا جايين للغنى، نحن جايين نشوف بس تخلص الحفله شو بيطلب منا السيد بلبل. بنعمله بيطلب نغني منغني، بيطلب تدبكوا مندبوا، بيطلب ننظف جنينه مننظف. طيب خليكم هلا عروي، فهمت كيف؟ طب ما انا مهير له اغاني بحبها هو وحلو، شو بدي اعمل؟ طيب هلا بعدين بنشوف شو بنعمل. اهلا وسهلا سيد فهمان. يا اهلا سيد جميله، اهلا وسهلا. مين هنا؟ اسم الله ما شاء الله، اهلا وسهلا. اهلا البنات يا استاذ بلبول بيكبروا قوام وبيكبرونا معهم، يعني بين انه انا وياك صار عمرنا 40 يا فهمان. لا يعني بهالحدود. قل لي يا استاذ بلبول. نعم. الدنيا ماني شايف حدا شرف لحديت هلا من الاعضاء، ولا لحنا جينا بكير؟ لا لا صار وقته، ما بقى ليوصلوا. تفضلوا تفضلوا. ماذا النادل هنا؟ ماذا تفعل؟ انا هون بخدمتكم. سامع زميلك جابوا الاستاذ بلبل حتى يخدمني. شو فيها يا بابا؟ الخادم ارقى مهنه ببلاد برا. مظبوط. اسكت انت، هيدي ببلاد برا. تفضلوا 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 تفضلوا. تفضلي تفضلي، اهلا وسهلا. تفضل. ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. يلا بلشوا جيبوا الطبلة بدنا نبلش نغني. شو ابو سليم منيح هيك؟ ايه طول بالك، هلا لنشوف شو بيصير بعدين وبنقول لك ساعتها بتشرح صوتك على ملاه. ايه سليم ابو سليم؟ ايه لك مالو ديب هذا اللي هون؟ يه يب يه شو عم تعمل هون ديب؟ انا هون بالخدمة، انتو شو عم تعملون؟ يعني بدك ترتبنا بالاكل يا استاذ ديب؟ ولا يهمك حبيب قلبي. ايه ديب شافك فهمين؟ شافني. وشو قال لي؟ شو بده يقول؟ انا هون بالشغل، بعدين تطمن انا عند حسن ظنك. شو بتحبوا تشربوا؟ جيب باك كم ساندويشه. جيب عصير. جيب قهوه. جيب اي شيء بارد. جيب ليموناده. جيب بقى انت وياه. جيب خلصنا بقى. جيب شباب. جيب شو ابو سليم؟ ابو سليم ابو سليم ابو سليم ابو سليم ابو سليم. جيب جيب كله. جيب جيب تمام. جيب جيب لو انا بالجيب. طيب روق شوي. انتو بتعرفوا شو اسمي؟ ديب. مظبوط لنجيب. جيب جيب. اخرت يا شكري افندي، معقول؟ ولو يا بلبل افندي، بس ليه متعرف؟ ما بتعرف زحمة السير والحفريات والأثريات. الحفريات والأثار وعم نلف وندور. ماشي الحال. سمير يا بابا، سمير تعال بابا. نعم بابا. عمك شكري أفندي تعرفه؟ آه طبعا طبعا. ولو بابا سمير الآنسة مين؟ اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا تفضلي بنتي تفضلي. سمير سالي اتفقنا عليه مفهوم؟ ايه طبعا بابا. ولو بدي وصفك يا بابي. شو؟ مشان هذا سمير ابنه لبلبل. هذا واحد عايش على كيفه وما بيسمع كلمه ابوه ومعذبه كثير بتصرفيته، مع انه بيو ادمي. ادمي شو دخل ادمي؟ عم بقول لك على سمير بتقلي لي بيو. بعدين ما تشوفي هيك هيدا ما بيبين على شيء لانه مخبى بتيابه.
انا ابو سليم رح اروح اجيب صحن اكل. هلا ديب بجيب لكم كل شيء. طولوا بيتكم يا عمي، طولوا بيتكم يا خي. هذا ديب ما نفضيلني يا انا حروح معك مشا. يلا يلا، ما الحق عليكم، الحق على اللي جابكم معه. بس ابو سليم انا ما بقى فيه اتحمل. شو جعت؟ لا بس بدي غني. طيب لك يا ابني طول بالك لحتى نشوف السيد بلبل اذا بيوافق تغني ولا لا. انا طالع بدي اشوف. انا بدي اروح معه ادق له. شوف الشباب كمان. يلا ناكل كمان. يلا يا عمي شو قصتهم ها؟ لك شو قصتهم؟ واحد روح واحد جاي، شو هالمصيبه ها؟ سيد شكري، في مكتوب خاص لإلك. اللي أنا؟ خير. سيد شكري شكرا على رجاء الاتصال بهذا الرقم فور قراءة هذه الرسالة لأمر ضروري وهام جدا. ألو نعم، مين عم يحكي؟ أنا مين؟ أنا شكري شكراً له. لا لا ما في شيء، بس لقيت رسالة عندي بالمكتب ترك صاحبها بيقول فيها أنه عايزني لأمر ضروري وهام جداً. نعم نعم نعم، العنوان إذا بتريد، مطعم الفرح الساعة 3. أنا رح أجرب كون بهالوقت موجود. حاضر حاضر. سيد شكري؟ نعم. في شيء؟ لا 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 ابدا ابدا. طيب ممكن التليفون؟ عفوا. شكرا. بدي اعرف شو اللي صار بهالحفله عند الاستاذ بلبل. ما بعرف، بدك تسال اسعد. انا بدي اعرف مين دفشني على المي. بطمنا هلي انه من بعد ما رحنا نحن شو صار؟ شو صار؟ ايه انا جابني بلبل أكلت نقفة فدين خناقة إلى أول ما إلى آخر وخصم 3 أيام. لا 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 لا، هيك بتكون يعني معناتها إنه ما بقى حينقلونا من المعمل النسيج. يعني ما بظن، العملية خطرة وبفتكر إنه صعب شوي. لكن أنا من على بكره بدي أقدم استقالتي. لا يا أسعد، أنا ما بنصحك يا أسعد. أنا منيح أقدم استقالتي. أبو سليم، يعني نحن ما فينا نجيب كم بقرة وكم دجاجة ونفتح مزرعة على حسابنا؟ ليش ما في؟ كل الناس فيها تجيب بقر ودجاج وواز وبار، بس الكيسك. اما نحن شركه كلنا. على كل حال يا ابو سليم، هي شو احتكرت على كم بقره وكم دجاج يا زغلول؟ شو قصتك؟ بدك مساحه كبيره، بدك ارض، وبدك الاف الدولارات. يعني من قضيها طول العمر نشتغل عند العالم؟ شغله تشتغل عند العالم احسن ما تقعد بلا شغل. لا انا بدي اقعد بلا شغل. ابو سليم، معك ضيفنا فنجان قهوه؟ على راسي، كيف ما تضيفكم قهوه؟ بس مثل ما بتعرف سعدية منا هون، وإذا جاي عبيتهم تشربوا قهوة تفضل حضرتك قوم اعمل قهوة. ها بعمل لش حتى ما عميد. أمين، عمل لي معك كبيت شوي. وأنا كبيت لمناضة مع مزهر. حضير أمين. ايه؟ أنا نعنع. أنت نعنع أبو سليم، وأنت أنت أبو سليم. قوم 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 قلت شوي قوم. حلو حلو، أنا دخلنا، أنا بدي سيبينه كاون. أنا شكري شكرا لك. شكرا. فنجان قهوة. ألو. نعم أنا شكري شكرا لك. أنا بالانتظار. حاضر حاضر. أهلاً بالسيد بديح. طمني، كيف شغل المؤسسات؟ ممتاز
وشو عملت بخصوص بيع المؤسسات؟ الشركاء ما عم يقبلوا يبيعوا ولا سهم. غريهن يا سيدي، عملت المستحيل وما حدا عم يقبل يبيع. وشو السبب؟ الكنز. كنز؟ أي كنز؟ يا سيدي لا، أي خريطة. وهالخريطة هيدي بس تكتمل جميع قطعه بيظهر مكان الكنز. كنز شو؟ مال؟ مجوهرات؟ تحف؟ مين بيعرف؟ الكل مفتكر انه هالكنز من ايام الفينيكيين، وعم يقولوا يا سيدي بانه ما بيتقدر بثمن. فاذا هلا صار لازم نغريهن اكثر. شوف، مع كل الصلاحيات شو ما طلبوا ادفع لهم. رح جرب. لازم وبسرعه. حاضر. شوف، نعم، هيدا دفتر سكات وموقعه خالص، بس تحط الرقم السري بيندفع الشيك شو ما كانت قيمته. حاضر يا سيد بديع. كنز يا حبيبي يا سيد بديع. مزرعة الفرح يا ناس حلوة كتير وبتسلي، حلوة كتير وبتسلي. مزرعة الفرح بتكون اخلك شو بتكون صورة صغيرة عن هالكون. طبعا يا اسعد رح تكون مزرعة الفرح بتكون مشكح وحده بيها الكون، صورة صغيرة عن هالكون. امن هون امن هون، فيها الغيرة فيها الحب. أيوة. فيها الهم بيولي، فيها الغيرة وفيها الحب، فيها الهم بيولي. يا فرحة اللي روح يا هم مولي، مزرعة الفرح يا ناس حلوة كتير وبتسلي، حلوة كتير وبتسلي. لاصحابك الواحد راس اسعد مثلن اخلاص، عماله كلن اخلاص مشكاح الواحد اخلاص، ولاصحابك الواحد راس ما بدهم الشركة كتير أبداً. عند الشد بيولي، ما بدهم الشركة كتير عند الشد بيولي. يا فرحة اللي روح يا هم ولي، اللي يا فرحة اللي روح يا هم ولي. مزرعة الفرح يا ناس حلوة كتير وبتسلي، حلوة كتير وبتسلي، حلوة كتير وبتسلي، حلوة كتير وبتسلي، وحلوة كتير وبتسلي.